عشاء رومانتيكي في مطعم فاخر. طبعا يا رانيا، يعني انا سالت على حكايه العشاء في المطعم الفاخر ده، لقيته هيكلف على الاقل 500-600 جنيه. يا بلاش يا بلاش. طبعا طبعا حضرتك يا بلاش، لان انتي مش دافعه حاجه من جيبك، انا اللي غرمان كل حاجه. يعني عدد واحد بلطو صوف عشان ماما. ماما انا سالت على البلطو ده، لقيته في بوتيك علا ب 500 جنيه غير الخمسة جنيه بتاعه العقد الاصفر فازرق بتاع الاخت سناء. يعني الفلوس دي كلها هجيبها منين؟ هجيبها منين؟ طبعا هتجيبها منين عشان خاطر سناء، لكن ال 500 وال 600 اللي بتطلعهم بالهبل كده ده عادي. سناء لو سمحتي بعد اذنك ما تقاطعينيش، اما يجي دورك في الكلام ابقي اتكلمي براحتك. بالنسبة بقى لعدد واحد كتاب نايلون هيكلر، حماتي معلش انا سألت على الكتاب ده، لقيت ان في صعوبة يدخل مصر، من الممنوعات، ما ينفعش يدخل لنا خالص، لكن في واحد هقدر اجيبه منه بألف جنيه بس، اي حد ممكن يروح يستلمه من حلايب. ما يا عادل برضو المثقفات محتاجة لتضحيات. تضحيات؟ طب وانا ضحي ليه؟ ابعتي الهانم تروح تستلمه هي من حلايب. حضرتها طلبالي عدسات لونها مش موجود اصلا، مفيش بني ادمين لون عينيهم كده يعني. ايه ده؟ لا في طبعا، مهاب صاحبي في الجامعة، ده مامته صربية وبابا صومالي. مامته صربية وبابا صومالي؟ طب يحمد ربنا ان هو عايش لغاية دلوقتي يعني. العمار بيد الله يا عادل. ايوه يا ماما على رأيك. المهم يا جماعة، انا عايز اقول لكم ان انا كان نفسي بجد، كان نفسي اجيب لكم كل طلباتكم، مش بس الطلبات اللي انتوا طلبتوها مني، انا كان نفسي اجيب لكم اكتر من كده، كان نفسي اجيب لكم اي حاجة حتى انتوا بتفكروا فيها، مجرد ان انتوا بتفكروا بس. انا اعمل ايه؟ انا معيش فلوس اجيب لكم كل الحاجات دي. انا كل اللي احتكم عليه في دنيتي هم 8 جنيه وربع بس، جايبوه من واحد بدون ذكر اسمه، يعني اسمه رمزي. احنا مصدقينك يا عادل وبنثق فيك. ربنا يخليك لي يا ماما، ربنا يخليك. انا مش عارف اقول لكم، انا اسف يا جماعه، انا اسف. no, انا اسف. نو 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 بليز دونت سي سوري يا عادل. بصراحه احنا لما طلبنا المتطلبات دي احنا كنا بنستغلك يعني علشان المصلحات بتاعتنا. ربنا يخليك لي يا حماتي، ربنا يخليك لي، يعني بشكرك على الصراحه اللي انت صريحه فيها دي. ماشي يا بيبي، بالنسبه للعشاء الرومانسي اللي انا كنت طالباه مش ضروري يعني يبقى في مطعم فاخر، يعني ممكن احنا نبعت نجيب 2 كيلو كباب وكفته وفرختين وحمامتين وشويه سلطات وشوربه ونتعشى في البيت بقى. هو ده كده يبقى عشاء رومانسي؟ ده كده رومانسيه الجوع يا ماما. عادل انا ممكن اريحك واقول لك تعمل ايه علشان ترضينا. انت بالذات ما تتكلميش خالص يا سناء. انا بقول لك اهو، انا لو معايا مليون جنيه مش هجيب لك العقده ابو 5 جنيه اللي انت بتقولي عليه ده. يا جماعه ارعوا ظروفي، يا جماعه ارعوا ظروفي لو سمحت. اطمن يا عادل، احنا مراعين ظروفك وعارفينك كويس، واللي ما تقدرش تجيبه السنه دي تجيبه السنه الجايه، المهم نكون مع بعضينا. ربنا يخليك يا ماما، فعلا لازم نكون مع بعضينا. يعني انتوا مش زعلانين مني بجد يعني؟ لا. اوكي اوكي.